عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين في فيديو جديد بيعجبكم. احنا دلوقتي بقى في العيد، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى انا بشتري شويه حاجات هنا جميله ما شاء الله عليها، معموله بالايد. انا في نادي الطلبيه في شارع الهرم اهو. والست ايات هي اللي بتعمل، عندها جروب على الفيس اسمه فكره، معلش انا اسفه، هو على الواتس مش على الفيس. وحاجات اسعار جميله اهو. اشرحي لي بقى اسعار الحاجه ايه؟ يعني عندك مثلا الكردال دوت، ايوه يبدا من كذا لكذا، ب 5 جنيه، ونوصل ل 300 400. بصوا حاجات زي كده مثلا خلاخيل مثلا. طب الخلاخيل عامله كام؟ من 35 ل 100، بس ديت صيني بس ما بيبيضش، يعني حاجتها ما شاء الله عليها جميله. ودي سلاسل اهي صيني برضو، مبيضش ولا اي حاجه، واشكال جميله ومعموله بالايد. هنا الحلقان اهو، الكرتال اهو. لا بجد احنا مش هنمشي غير لما نشتري من عندها حاجه. انا قلت اوريكم الاسعار علشان ما يضحكش عليكم بره. يعني عامله كام بقى السلاسل دي؟ بصوا من 50 ل 85، بس ما بتبيضش خالص، يعني حتى لو عملتيها بميه شطفتي. من 15 لحد 50 مثلا الخواتم دي. خواتم جميله تبدا من 15، بس برد ولا بتسود ولا بتحمر ولا اي حاجه، شكلها جميل جدا. حاجات للاطفال جميله، 5 جنيه صح. بصوا دي ب 5 جنيه، واحده وقعت. حاجات بجد جميله وحاجتها رخيصه، وده كله يا جماعه شغل يدوي، شغل بالايد، يعني هي اللي عاملاه وجايبه حاجات نظيفه. بصوا دي الانسيال دوت استلس دوت، قالت لك بكام يا رحاب؟ فضه بكام؟ 75 جنيه، بس ما بيحمرش برد ولا اي حاجه، ودوت حجر مش بلاستيك. اسعار جميله، عشان لو رحتوا في حته واشتريتوا مش حد يضحك عليكم. انا خدت برده شويه حاجات هوريهم لكم برده. انا خدت ايه؟ الخواتم دي برده. الخل انت قلتي كام؟ الخل انت قلتي كام؟ قلت لك بكام الخلخال؟ ده ب 35 الخلخال. 45 45 15 45 حلو جميل. هاتي بقى الحاجات اللي انا خدتها، ماشي؟ اديني الحاجات اللي انا خدتها. بصوا دوت انا خدت ده، جميل انسيال ده، بتقولي ب 60 جنيه، بس برضو ولا بيحمر ولا اي حاجه. وده حلا تفضل، ما بيحمرش برضو. وخاتم اهو، خاتم جميل شكله حلو قوي. ده صيني ابيض ده، 50 ولا 45 عشان دي عامله كام؟ طب والله حلو دي ب 15 جنيه ولا جود ولا بتعمل كام؟ كلها خلاخيل؟ ودي ب 10 جنيه كلها خلاخيل؟ لا دول لا دول يعني؟ بجد حاجات تحفه تحفه، والله العظيم. بس هي بتقول يعني حاجات ما بتتجددش خالص، ورخيصه جدا وفي قلب النادي. يعني انا اسفه على الدوشه اللي احنا فيها دي، الدوشه عاليه جدا. بصوا دوت جميل،
باترينا؟ عامله باترينا نفسك باترينا؟ عامله نفسي باترينا؟ كل واحد يسالك بقول لها لا انا بقول لها انا بلبس واسعين بس بتدفع مش عارفه انا لازم ارجع عليكي. اه بالظبط انا بلبس بس دي ب10 جنيه الأطفال والحلقان دي بتاع العمودة برضه. هلا خواتي ماي دلوقتي انا شكلي بقى هاخد خلفي بكره الولد. اه ايه رايكم ده؟ بكره اعمل عزا خلاص نروح انا وانت ومحمود وبابا يجي. بابا يجي تيجي الصبح بقى خير. اه خالد بيقول لي خالد ارهاب يا ايوب الارهاب بقول لي اشمل الارهاب كده كده جاي وروح ما تضايقش نفسك. مش هقول لبابا دلوقتي بقى تعملي ايه؟ طب هقول لمحمود عشان يجي. لا مش الصبح نروح نعزي بكره مش هتعرف النهار. اه بابا يمشي بعد العصر. ايه رايكم بقى في الحاجات دي؟ بصي انا قررت اسمها شطاره في المطبخ. شطاره في المطبخ عشان لو دخلتي تتفرج عليه. اتفرج عليه. كم ديه؟ ها؟ ب5 جنيه والله العظيم جميله. اجيب واحده لسلمى؟ نقلي واحده لسلمى. بس يكون شكل الفستان بتاعها ابيض في ازرق كده. هتضيقها وتقطعها لك وترميك بدل. بصوا النادي ما شاء الله. النادي ايه؟ زحمه. اقول لك يا اختي المريم احنا في نادي الطلبيه في شارع الهرم. ايه المريم حلوه جميله اهي ب5 جنيه يا بلاش. ده عندنا اصلا ب20 و25 يعني ب5 جنيه ايه. بقول لك ايه اخد دي المريض لسه. اقول لي اخد دي هاجي تاني اخد واحده تانيه. اسيب 5 جنيه يعني حلوه. اه جدا بتوسع على قد ايدينا. بقول لك ايه احنا ناخد الثلاثه منها كبير. بكام بقى كبير؟ 35. انا بتكلم ب5 جنيه يا جماعه. احنا ما عندناش دم. احنا ما عندناش دم. قولي ب5 جنيه صحيح يعني. بتكلمش في حاجات كبيره. طب انا عايزه بصي عقدي كده ولا حاجه تلي او سلسله تلي على الطقم اللي انا لابساه. حاجه تكون حلوه يعني. حاجه تكون كويسه كده حلوه. الموز ده ايه رايكم في ده؟ لا ده تقيل قوي. تقيل برضه ده حلو. اتفضلي خلينا نقول اشتري ب5. بصي يا رحال حلو دوت على اللي انا لابسه. تعالي بس الفاكهه انت بتقولي او خلاص. لا جبت يا بنتي حلو ده. اه حلو ثانيه. لا ده تصدقي ماسك يا جنسي ولا كبير. التليفون هيفصل شحن. فصل. بقول لك ايه؟ خدي حسابك انا هاخد منك الباقي. خدت واحدة، خدت البامبا. بصوا الحاجات الجميلة دي. ايوه كان نفسي في العليه دي من الميداليه دي. بكام الميداليه دي؟ ب10. حلو والله ب10. حاجات
الحاجات دي. دي جميلة قوي، دي برضو جميلة. طلعت انا هقفل بقى، انا اسفة عشان التليفون هيفصل شحن مني، فانا هفصل معاكم وهاخد دي كمان معاهم. هي دي بكام؟ دي بعشرين جنيه بس، حلوة، حاجات حلوة يعملها بايديها برضو. يلا يا حبيب قلبي بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.